وجاء حديث ذكره أبو نعيم في الحلية، ذكره أبو نعيم في الحلية، حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله إني أنا الله، إني أنا الله، من أقر لي بالتوحيد دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. عند أمال الشجر قال علي، قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جبريل قال الله رب الأرباب، وردت عند الشجري ولكن هي لم ترد عند أبي نعيم في الحلية، ومع هذا فالحديث ضعيف، عموما الحديث ضعيف.